المشؤوم هي المسألة المشتركة. أخ المبارك وحود عيسى وبنات كيو فلوثون كذا أمستير أوكالة ما تعان ثلاثة بنات أوكالة أما بنتين عن بنتين و وابن البنتين وبنت البنت وبنت الابن وابن وعم شقيق. وذلك كان كنت لي بنت كو او اثنين بنتين بنت الابن وابن ابن وابن الابن ابن الابن يا عم شقيق. ما هي هلايان أختيك شقيقتك هدرا
ثلثين لابد أن وإسعسبين يا ثلثين كي والد ما يستي عم شقيق ومحجوب سري ومسألة ثلاثة قدس اثنين وحاسيسة أختين كي أخت لأب يا أخت أخت أخ لأبنا هلسي مسألة تصحيحي ثلاثة كلفة تسعة ثلاثة في اثنين ستة ثلاثة في واحد ثلاثة واحد اثنين كان ومحجوب مسكين كان أختضى علي محي واحد لحشينا يا ورانك والأخوة والأخوة بل إلفان قبطا وحي وحكوها لأجل أخيها لوجود أخيها بدونه لا يلزها مرخو حلها كان وحلها أخ مبارك كان أخ مبارك أما القريب المبارك قريب البركة مسألة وحلها مرك أخ المبارك عم كاني ويل كان ريحي ويل كان دو جوغ لهن عما وحن قانا لها هذا ويل الجوغ ولا الكيرك الشيء مسألة كريا جوزة إسرائيل ترى هدو ميشان جوغو ابن الابن سيئة ويل كان أيضا ميت كدرج عرسية جوغا مثال بنتين وكتغي لبعا بنت الابن يكتغي إيوه ابن الابن يكتغي ويل بس الابن يكتغي وصيّر نيسا إذن يكتغي وصيّر نيسا مركاسي لذكر بنت عبد الوطيّر يوضع رايا وصيّر هدو مركا سان ما دام اي تحي مسألة دي ويا دي شيء جاي وعلى دي ده يا قريب سقط بعيد ولا تيا لي قبطان وهو يرى نما اخ مش قوم ولا في بركه على هي تفيرين بس خبي يا ولا شيء سو قادين اكل سو سو وحال الى ده مركا اخ مش قوم من الى واي وذلك كان وكتلي زوج هو اسرانا دمت وهي كتتي زوج كده يو هويده يو ابه يو غبر اي ده شيء يو غبر ويل كده ودلي بنت ابن اي صوت تور مكه زوجك مخو هليا فرع وارثه جوجا ربع هو مخي هليا فرع وارثه جوج سدس اب مخو هليا فرع وارثه جوجا بنت المعيلادة نس بنت الابن معيلادة سدس تكملت ثلثين إذا واحد أحلى السوايا والله كذا إيمانا إذا قد خسارة يا مطوار كدورنا ويا هاي لابد هو متداخل ستة سوق هذا ستة إيه ستة ومتماثل ستة سوق هذا ستة إيه ستة ومتماثل ستة إيه أربعة ومتوافق كم بركز قد كم كلا قلوفه ستة كلا بر ثلاثة في أربعة اثنا عشر أما أربعة كالبر اثنين في ستة اثنا عشر اثنا عشر أربعة وقيبي ثلاثة ثلاثة في واحد ثلاثة اثنا عشر ستة وقيبي اثنين اثنين في واحد اثنين اثنا عشر ستة وقيبي اثنين اثنين في واحد اثنين اثنا عشر اثنين وقيبي ستة ستة في واحد ستة اثنا عشر ستة وقيبي اثنين اسكت دار مركة اثنان اثنين أربعة ستة ذان وقي عشرة اثنا عشر خمسة عشر مسألة ذا خمسة عشر يا نقطة ويا أول قي اثنا عشر كثر ذي هذي خمسة عشر بنت ذان هذا محيه شيء لا ما يشيل سدس كذا ولا الكل هجوله بالمرة كلها أنا عرفنا زوج أم أب بنت الابن ابن الابن
وياهي زوجكو حنيري ربع ليهي ومضى معي لدى سدس ابنا سدس بنتنا نس بنت الابن ولا الكلم حلس فيه عصبا مسألة محنكة سينا عسر السيدي وهي 12 زوجكم يخوه لي 3 ومضى معي ليس 2 أب محوه لي 2 بنت معي ليس 6 13 نقطة مسألة 12 أيك أولمتي مع صهراء ويحو صهراء للمدة 6 زائد 2 8 زائد 2 10 زائد 3 13 مسألة ما حنك قسني 12 معي نقطين تدكي أصحاب الفروض أيها يكون يراني استقراك الفروض تدكى محمد الصهراء تدكى الهي وحمو صوحري حداي وحيد حشي قبلنا هذا ولا هل كذا أقول لسان يا ولا هل كم قوى يمكو حلقو مقعاوى أخو مشؤوم ولا هل كي أن بركة لهنو ولا شيء سخديو يا أصلا أصلا واقع لكن إيه دو حبيه اللي دي جوجي هاي وحسحاب الفروض اللي قول لهم أصحاب الفروض وكسوا وضي دمتوا سوا قبطي أنا وحيد أحلى سيدنا هذا إنه وحده مصلحة كورا مرة يا أخو المبارك يا أخو المشؤوم وأعرفنا عمريا ويا بوسك أخت دينا حتى أن أخت هي أخت شقيقة الجلين السنان وكلين أمريا بمعنى يا تنو حميتال قصوك هذا بنت يو ابن المعركي ان بنت الابن مهنو حتى بوس كان هدان جلينو اخت هدان جلينو واركنا كتب كان قصص صبري عرفنا وذات كان انت يا سجنا وكتلي اسرتنا سعتيا زوج وذات كان وحكتك زوج أم أخ لأم أخت شقيقة هي أخت لأب زوجك بحولية نس غير نسوي مكان أخنا أمنا أم حليلة سدس تعدد الإخوة دعي أخل أمنا سدس أخت شقيقة نس أخت لأب سدس تكملة ثلثين وهي متداخل متماثل متماثل متداخل ستة كنس ستة على اثنين ثلاثة نس زوجك ستة واحد ستة على اثنين ثلاثة ستة على ستة واحد اسكتر مرقة ثلاثة هي ثلاثة هي ثلاثة تسعة نقطة مسألة ستة قد اثنين تسعة آدم أخت الأب عنده أحمد 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 ولا كذا أكيد هنا يوم مسألة زي نقطة عرقينا مرقة وحيات مسألة ده زوج أم أخ لأم أخت الشقيقة أخت لأب أخ لأب جميل زوجكم حولية نسمعنا أم سدس أخلي أم سدس أخت الشقيقنا نس قوان وإس عصبين يا مسألة ستة كدس على اثنين ثلاثة
على ستة واحد، ستة على ستة واحد، ستة على اثنين ثلاثة، هو أنا وعصب وصهر الجوايا. أي ثلاثة هي ثلاثة ستة ما هو اثنين وجيب ثمانية. مسألة ده ستة كتر تعدي هذا. دك ما هو صهر. يا جماعة أخت لأب وحويم ولا كد مركم ولا كي يجوا ومش أمكها ولا كي لباس سنة يباس قبيو بركة على الله هنا ولا شيء سقديم هداينا ولا كم الجوين وحيه شيء سهم واحد هدنا ولا كي الجو استغراق الفروض هذا وحو صهري ملحد وحو صهري ملحد استغراق الفروض وحو صهري ملحد تنا وحواي تنا قابل سنتا واخمش قبل أن أوصان أنا قلت لي يو مري وح مري وحي لوس مري وحي لي ولا كذب الجود أقتضى مري وحي لوس مري هي وحي لي كتب كنا نو قرية هي وحنقول له المسألة المشتركة هذا سؤال جديد هاي تفضل أنت جديد مناسبة هاي وحل من هذا وعربنا مركا مسألة مشتركة مسألة مشتركة ومسألة يدنا قاعدة أكحس قاعدة السوق أنا أقول بيمكروه من أول ما هذا قارن وحصل على ذي ثلث الباقي وحرر مسألة وخاصة أو مسألة سجارة يدا عن قاعدة القواعد الفرق يعني فرض لغو ما بسيدي إن المسكح كويسة مسألة المشتركة قواعد فيها سكولوجي ولا بحياة لنعدي تي وحكتي ونادى قبر عدمته وحكتي ماتت عن زوج وأم وأخوين وأخوين لأم وأخ شقيق مسألة تنفي عنه يا جماعة مسألة واجي نبي مدحي واجي ما أردت عليه الصلاة والسلام واجي كلا أبو بكر مدحي واجي عمر صلى الله عليه وسلم عمر صلى الله عليه مرك هو ليس عمر وحكمي سيد قوام القائد العالي جدا سنة كلامه مسألة صلاة وسمي مرك هشي بدن كذب أي صان حكمي زوج مذهب كين إنسان سليسية أم أفرت مذهب إنسان سليسية أم أخ أو لبا أهل أم أخ صح ما هو إيوه أخ شقيق زوجك بحولية نس أمنا تعدد الإخوة دعي سدس أخوين لأم حيلايا يا ثلث نعم ما شاء الله كان وعصبة متداخل متداخل ستة كبس ستة على اثنين ثلاثة ثلاثة في واحد ثلاثة ستة على ستة واحد واحد في واحد واحد ستة على ثلاثة اثنين اثنين في واحد اثنين اسكت ستة ستة أخ شقيق معه صهرة وأحبه معه صهرة استغراق الفروض هذا ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل هذا وحو حرمان أخ شقيق وحمو أهل ميتك أخ شقيق من أولى ولادة هو يا أخ لو وضعنا أخ بحيلة ولادة
آی کلیه میت کن خوف های کلیه لو دارو اینو نحل قاتو خوف که های ای آبا و لو داره خاید دین و الفیری عمر بن خطاب کلیگیسا سنکو ورا اسلام کلیه اخش فق و قلی سنکی لوادا اخش فق سان و کلاتمی اخش شقیق وانا بلاتمی أنا سوّبت لأوراق وهرت محيطة أربع مرات بهيجا وحنت سوّقها طلع وبدل الدكتور وحنجري كسوّقها هل هو يمودان نوبيت كنتي إلا بدان إيه أنا جبا هل هو سمودان أنا سوّبت أنكو قلم محيطة أي وقفه له كهله ميت هو يمودان أربع أنا هو يمودان أربع مرات إذا توم بلا أربع مرات وحنجري كسوّقها ولي ولي كامال الوهاب صغيره دمرها وحجري الوهاب صغيره حجريه ليلى 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 هو ذا السبب ما قفوا اي مركه سدح ما وحبينان تسريحني سدح قرها وقلقاتان حدي ميشان لكن وجو اخلي اب سقط ودعي العال اخلي اب وجو اخت شقيقه اخ شقيقه دي جوغان انت اختين لهم هديه كل واقف سنايا مساله ما ان الزوج هذا أما صاحب السدس وينو جوجا صاحب السدس يونو قنكرة جدة أم أما جدة صاحب السدس يا رأي أم إياه جدة أم إجدا إن سوقي لك أبا دو يمارد قوام في إمانة يا رحمة قادنا وأم إن جوجا أما جدة يجوجا ومركز كدبا مسألة غسان ودعي دونتا مسألة دو إن إنت انقفك قوبنا ذا أبا إنت كتبك القرآن تايوا كتب فينا وذات يوكتل سويري يا أربع بنات أيه يا ثلاثة بني مية يا أربع بنات أي هي ستة بني مية مسألة خاص كدس مغوى الشمس وما خمسة كدس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة جامعة سمينين أمر مسألة جامعة الإله دان سمينين
ميت كان يقول لي لامو كوان ما قال غادي سي شان وتباين ما بعده وايا اثنين كان انت سارينا خمسة دن انت سارينا اسوي دار اسمينا اثنين انت سارينا خمسة دن انت سارينا ما خسر لي هذا كوان شان وغو فنينا كوان لبا وغو فنينا وايا خمسة في عشرة خمسون ما هو خمسة في واحد خمسة 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 في اثنين عشرة 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 سدح بالمهنة كوان لبا وغرفة اثنين 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 جامعة واس انت مكان سكوت دارو خمسين نقون ايسا سهمية دي هو سهمية دي بنت دان خمسة هلايسا بنت خمس خمسة هلايا كوان عشر عشر هلايا أبو هذا عشر مية خمسة دان كسر كم واحد مسينين أبو لم يقوه إلا إلين هذا رضو هذا وحيه إلين عشر عشر أبو لم يقوه إلا عشر عشر دي سوا قوة لبا أفر لك سنين طبعا قاب مناسبات لو سمينا يا ان شاء الله واركي دونا عشر مكان غير هذا واقع بيني قفل بنت السهم يهرب الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب تداركنا بالتوفيق منجنا من الغم ينجي المؤمنين أخو المبارك ولالكي بركسنا وخيرك قبي إذا استكمل البنات بنات في هذه كامل صدان الثلثين لو ذو الثلث ثلثين كودي سدح ميلود كودي لو ميل هذه كامل صدان سقط ويدعيان بنات الابن ويدعيسا سقط ويدعيسا بنات الابن إلا مركي لغرية وماهنه إلا إذا كان هدو سقنا ذي هلك سقنا ذي ماهنه معهن لجير كودي بنات الابن ابن 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 الابن ادو لجوغ ماهن في درجتهن او اما سانزل او كسي دغي هوس ما كسي جره دي لربه منه ان ايغا كسي هوس جرو مثل ابن ابن الابن فيعصب عصبين يا بنات الابن اللواتي بنات كاسو لا فرض لهن وحفرض عن اللهن ويسمى وحال ومدعاوى في هذه الحالة في هذه الحالة تي ويسمى وحاله مدعاوى في هذه الحالة حالة داني وحاله مدعاوى القريب المبارك قريبكي أو بركسنا أو الأخ المبارك ولالكي بركسنا وسمي وحاله مدعاوى بهذا أرنكاس لأنهم عيلا لولاه هدوسا جر لهن لما ورث وما تحل لهم بنات العلم شيئا بنات الابن وحبا ما تحاشا هذه هل هنا هذه بديهم وحبا ما تحل وبوجوده جوغتان كيسا المبارك وبركي السن أيا ورثنا أيا كنت حلين من التركة تركة دي وحكت كنت حلين لوجوده كنت حلين وكذلك با تصبح أهل بنات بنات الابن أخت لأب في ريمة وكذلك سيدا سوكلة إذا استكمل الأخوات ولا ليه هديس دميستان الشقيقات الثلثين ثلثين هديس دميستان سقط ويدا عيان الأخوات لأب ويدا عيسى إلا ما هن إذا كان هدو أسقنا لي معهن لجركوذي معصب مدعصبية أو أخ لأب فإنهن عيقا يعصبهن وعصبين يا
في باقي التركتي تركتي وحكا سوهري أيو عصبين يا آهي. ويسمى والأمع والأخ المبارك أخي بركة إسنا إل إلا لولاه هدو أسجد جري لهن لما ورثت الأخوات لأب ولا لها ميتك آبا لبداغ وحوى متحلان فببركته بركديسة نلنا ويهلالين شيئا من الميراث دخل في أي وحكة هلين آهي وحوني أكسو قاري آهي ببركته هو بوجوده هو لولا هو لما ورثته الأخ المشؤوم ولا الكباسسنا وبرك الله وهاها وتقدم وحن وصهر مري أن الأخ والألك المبارك وبركيسا هو الذي واكي لولاه لأنتيسا لسقطت الأنثى لدقي أيدي لهات وما استحقت ممضن لهن مهلي لهن شيئا شيء من الميراث لحلكي وحكم ده مهلي لهن ويسمى وحلهم عوا الأخ المبارك أي الهم عوا كاس وكاس وتقني ولي يا شيخ وأما الأخ المشؤوم ياه ولالكي برك الله وها نصوق به أو القريب المشؤوم ولا برك قريب كي لباسي سنايي فهو أسغى الذي متكي واي لولاه أسغى هدو جري لهن لورثت الأنثى أنثى ذي وحبين أحل لهن وبوجوده جوغتان كيسا أي سقطت قد عيسى سقطت قد عضيلة لما ترث شيئا فلم ترث شيئا شيئا ما دحل أسجل بوجوده درتي سيكون عضي وبوجوده سقطت جوغتان كيسا يكون عضي فلم ترث ما إيسان دحل شيئا شيء ما إيسان دحل فيسمى وحلهم دعاوى مشؤوما مد باسقبا لأنه محايا لي لا بركة فيه وح بركة أملها كاس وقد آذاها رنتي وطبي وأضرع وطباتي بها أيد وطباتي مسكين تاسي فكان وحوها هذا وجوده جوغتان كيسا شؤما باس أيوها هذا عليها دشالي مد باسي ستا أيو نقضي ومن أمثلة ما يلي أمثلة سوسع طوى كو ما تطوى لمتي عن زوج زوجي كلمتي وذاتا وعلمتين كذا جوغا وأم وأب وبنت ابن فللزوج الربع زوجك ربع ليه وللأم السدس هو يدين السدس ليه وللأب السدس أبيه السدس ليه آهي مسألة داني صح وللبنت بنت ذي وحلالها النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين ثلثين تي لما استرتي فتعول ويعولنتي المسألة مسألة ذي ويعولنتي إلى 15 وعولنتي 12 انت لغدسي أي 15 وعولنتي فلو كان في هذه المسألة مسألة ذا هذا ابن الابن هدوجه لسقطت ويدعيسا معه لجركي سيلا دعيسا بنت الابن لاستغراق الفروض فروشي أيا طماتي ويا أصحاب الفروض سهمتي طميستين فلولاه أسقى هدو جري لهن لوارثت ويدحل لهن فهو أسقى كاسنا أخ مشؤوم واي ولا الكيل باس يستي عليها دشادي شادي مشؤوم كوا باس يبلايا كوا إيه ده مركي الله إيه أي باس كتاه يبلايو انظر فيه للتفسير في السورتين سورة الأول والثاني على أساس وجوده وعدم وجوده تكوات عدم وجوده طلباتنا وجوده تنكوات وكان عدم وجوده بنت الابن ما خيها شيء اثنين زوجك ثلاثة وهلي المسألة 12 وعالت إلى 15 زوج ربع ليه ثلاثة وهذا لوجود الفرع الوارثي أم حلاده اثنين سدس واي لوجود الفرع الوارثي أبو حليه سدس لوجود الفرع الوارثي آهي بنت حلاده النس لعدم وجود المعصب معصب مجوج وحصبيه مجوج قبل كل يدي تا أنت نسي لا
بنت الابن سدس لذهي تكملة للثلثين ثلثين تأي دم السرتي لأنه فرض الإناث واي لدي قبل قد ثلثين ليه ثلثين كوديا سدس قديما سدس أي قاضتي أي أنت إمام مركا ولد في الجوع وبرك الله وها يدا زوج أب بنت زوج كربع سدس أب سدس بنت النس بنت الابن أصحاب الفروض ما هو يكتكت معي نقطي عصبي نقطي ويا هاي مسألة ذا زوجك ثلاث أسألة ذا فيري أصلها من 12 وعالت إلى 13 زوجك ثلاث وهلي فرضا لوجود الفرع الوارث أم حي شيء اثنين فرضا فرض أهان لوجود الفرع الوارث أب وهلي سدس أو اثنين لب سهمي وهلي فرضا لوجود الفرع الوارث بنت وحي شيء نس فرضا لعدم وجود المعصب وجود معصب أهم هيسته كل إذا تاجن نسي قاضنا بنت الابن لا شيء ابن الابن لا شيء صوت محيطه لم يبقى من التركة شيء تركة دي وحكة سوهرة مملة محي أصحاب العصب محي وحقاتان هي مركي وحكة سوهرة ما هو وحكة سوهرة وذات يبقى أنا للدمي هدو أسل جوغنا مركو جوغن ما هي شيء اثنين هي شيء ملاحظة ويشترط وعلى شرطيا في هذه الحالة حالة أن يكون إنه يهي المعصب القريب أودو معصب كأودو في درجتها في ري مسألة المركة قدام بيسبوك كتب كفيرية بنت الابن هدول الجوج لها ابن الابن هدول الجوج لها كورا أصدق ودعي لها إيادة سدس كذا قادة لها وإنه درجة ذي هي وإنه ولال كذي هي أم إن أدير كذي هي ابن الابن إنه يهي بنت الابن ابن الابن هذه ابن الابن الابن ويهي وأن كما قاضى عصبا نمضي كما ريحايو فرض كذي قاضنا هو سدسة ماشى سسك إلى ليمر ملاحظة ويشترط ولا شرية في هذه الحالة أن يكون إنه يهي المعصب مثل عصبين يا القريب أولو في درجتها إنه يهي أما إذا كان أنزل هدو هوس وبسيدة دقو منها حق هذا مثل بنت ابن إيو وابن ابن ابن هدو جوغ ماشي فلا يعصبها عصب ما ولا تسقط دعي ميسو بوجوده جوغ تانكي سقو دعي ميسو لأنها محايلي صاحبة فرض صاحبة فرض وابن ما دعيس آهل وآي آهل مثال ككالفيرية ما تتوي لمتي عن زوجنا كلمة وأم وأخ لأم وأخت شقيقة وأخت لأب فإذا وجد هذه له في هذه المسألة أخ لأب لوجود الأخ المشؤوم ينقنا أخ لأب وجوده ولكن أخ مشؤوم ينقنا تحل كيو كريبيا الذي كاسو لولاه أسد جر له لبارثته تحل له انظر في التفصيل في ثلاثة وأربعة فيري رقم أربعة ثلاثة في رمان أمثلة زوج أم أخ لأم أخت شقيقة أخت لأب زوج كي النساء يهلي مسألة الستة على قد سي ثلاثة أصلها من ستة وعالت إلى تسعة زوج كي ثلاث سهم يهلي ثلاث سهم فرضا لوجود الفرع الوارث أم حيشة هل سهم سدس كذا سهم يهيشة فرضا لوجود التعدد في الإخوة تعدد الإخوة جرا أخل أمنا سدس كيسو هلي هل سهمئة فرضا لعدم وجود الأصل والفرع أصل أي فرع مجوغان أخت الشقيق نسيها شيء لحن حان نسوها ثلاثة ذي قاضتي أخت لأبنا فرضا تقبلة الثلثين ثلثين تي يدمسرتي هل سهمئة شيء مسألة دي تسعة وعولنتي ولا الكذا جوغ مركا أخل مشؤوم مركانا في ريا أخت لأبا جوغا أخ لأب زوج ستة على قدسة ثلاثة وهلي فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أم سدسة هسي هل حبو فرضا لوجود التعدد في الإخوة والأخوات أخ لأمنا سدسة وهلي واحد سهمي وهلي فرضا لعدم وجود الأصل والفرع أخت الشقيقة ثلاثة هسي نس أي لذا فرضا لعدم وجود المعصب وعدم التعدد من تربطنا أخت لأبنا
تسقط وادع عيسى الأخت لأب محايلة لوجود وحي جوغا الأخ المشؤوم ولالكي أن برك الله أهايا جوغا عصبه كدقى ولا شيسا مسألة دينا ستة أصحاب الفروض يكون يرى طيبا ستة لقد إسا ثمانية آدي أخت لأب تسقط وادع عيسى الأخت لأب لوجود الأخ المشؤوم أخي أباسك خبيا جوغا أخ لأب الأخ مشؤوم واي ولا الكلباس سني واي الذي كاسو أبرع لبي بأخته بوجوده وحقود لبي أخته ولا شيء سقود لبي فلم ترث مقحل بسببه سببتي سيسن وحقود أحلم هدي جوغ لهذا هدي أساق أوسن جوغ لهن وحبين أحل لهن أساقي مركة وجوغا عصبه كدقي وحبات أحلم يسا إلينا عصباتك وحوم صهارين آهي وهي المسألة المشركة بريان كدقنا وبالله التوفيق.